في جملة مشهورة في قاموس الكورة بتقول المستحيل ليس المال، وفي إفريقيا المستحيل ليس من مال. أكيد عرفت أني هكلمك عن مباراة أنجولا ومالي في افتتاح أمم إفريقيا 2010، واللي نقدر نقول عليها وإحنا مستريحين أفضل ريمونتادا إفريقية تاريخية. أنجولا متقدمة في الافتتاح بنتيجة 4-0 بقيادة مانويل جوزيه خارج الملعب وبمشاركة أمادو فلافيو جيلبرتو، واللي لما خرجوا في الدقيقة 79 كانت بداية انقلاب تام في مجريات المباراة. آخر 11 دقيقة في المباراة كانت من عالم تاني. مالي بتسجل 4 أهداف منها هدفين في الوقت الضايع، عشان يخرج ستيفن كيشي مدرب مالي بعد اللقاء ويقول احنا عملنا المستحيل. على الناحية التانية خرج مانويل جوزيه وقال انه عمره بتعرض للموقف ده في مسيرته التدريبية، وان فريقه خان نفسه عشان في النهاية يقدموا لنا واحدة من أمتع مباريات الافتتاح في تاريخ أمم إفريقيا. المستحيل اللي قدمه مالي للأسف ما كملش، لأنهم خرجوا من دور المجموعات بعد الخسارة من الجزائر. في المقابل أنجولا تصدرت المجموعة، لكنهم ودعوا البطولة من دور الثمانية قصاد غانا، البطولة اللي حققها في النهاية منتخب مصر.